إلى أين سينتهي كل ما يحدث في أوكرانيا؟ سينتهي في ساحة بعينها، ساحة سيكون على الصعب عليها بلا شك أن تحتفظ باسمها، الاستقلال. هذه هي، هادئة ومترقبة، نكاد لا نسمع فيها صوتا إلا صوت صفارات الإنذار، وهي التي كانت قبل أسابيع يتردد في جنباتها صدى صوت أحداث جسام مرت على أوكرانيا. منذ استقل هذا البلد في التسعينات كانت ساحة الاستقلال مسرحاً للحركات الاحتجاجية الكبرى، ثورة الجرانيت في 1990، ثم الثورة البرتقالية عام 2004، وثورة الميدان الأوروبي من 2013 حتى 2014. معالم الساحة لم تكن كذلك، بل كانت سوفيتية الطراز والروح معا، وتعاقبت التماثيل لرموز من الحقبة السوفيتية، كان آخرهم كارل ماركس، لكن الرياح النازية جاءت شديدة الحدة من الغرب، اقتحمت الساحة عام 1941 واقتلعت التمثال. ارتدت الريح من الشرق إلى الغرب مع هزيمة النازيين، وعادت أوكرانيا للحضن السوفيتي حتى طلاق التسعينات، طلاق احتفلت به أوكرانيا كسائر البلدان المستقلة، أقيمت من أجله الاحتفالات، وبعدها بسنوات أنشئ نصب الاستقلال تخليداً لهذه المناسبة. لكن لحظة، لم يكن الطلاق بيناً كما تخيلت أوكرانيا، الرياح تعاود الكرة من الشرق إلى الغرب، وهذه المرة أقوى وأعنف. عادت الدبابات روسية العلم، لكنها سوفيتية الهوى والغرض. أوكرانيا لم تكن أبداً دولة كما يراها بوتين، بل هي جرح غائر في الجسد السوفيتي لابد من تقطيبه. هنا إذن سيكون المشهد الختامي، لن تكون دبابة ولا اثنتين، بل أرتالاً إذاناً بعودة القيصر الباحث عن إمبراطوريته. ستكون هذه هي اللحظة، هي نهاية أوكرانيا التي لم تعش سوى 3 عقود، وستكون كذلك نهاية النظام العالمي الذي عرفناه منذ نهاية الاتحاد السوفيتي. ما المشهد التالي إذن؟ ربما يكون شرفة مماثلة، لكن في ساحة مختلفة، ربما في كيشيناو مولدوفا أو في تبليسي جورجيا.